يعني طب مادة الرقص، يعني عشان لو تقرري ان الرقصة يبقى شكلها كده، بتستمدي المادة دي منين يا بنتي؟ هو زي ما قلت لحضرتك الحركات الفولكلور موجوده كلنا عارفينها، ولكن انا درست انواع مختلفه من الرقص مش الفولكلور بس، وهو على حسب الحقيقه انا بسمع المزيكا فيه وحي كده، بتخيل الحركات، بتخيل التابلو هيبقى شكله ايه، ومن هنا ببتدي ان انا اعمل الرقصه. طب كانت اخت فريده فهمي بتصمم الازياء، عشان كده الالوان بصي يعني انا طبعا فرقه رضا دي انا يا بنتي انا قد جدتك لا ابو غرام طبعا فعارفه يعني كان في تصميم للازياء والوان عمرنا ما شفنا هذه الجمال والروعه على المسرح. مين بيصمم لك الازياء؟ لان لعبت دور كبير جدا على فكره أكيد. في نجاح الفرقه ده حقيقي. التصميمات بالنسبه لرقصات استاذ محمود رضا بناخد التصميمات هي زي ما هي، ما بنغيرش فيها حاجه. تصميمات الرقصات التانية انا بعملها، بس اللي بيعمل لنا اللبس استاذ ابراهيم عبد المقصود، هو اللي بيعمل بس هو اللي بتصممي ولا انت اللي بتصممي؟ انا اللي بصمم. حلو جميل. ها طبعا طبعا. طيب احنا معانا رقصة كده هنتفرج عليها دلوقتي ونشوف الرقص الفولكلوري الجميل بتاع فرقة تنكي. بصي جات لي معلومه من هاني لطفي عندنا ده نائب رئيس الشباب، قال لي انه الموسيقى دي انت مجمعاها، يعني مش هي دي اللي بترقصوا عليها. ايوه انتوا بترقصوا على الموسيقى الاصليه. الموسيقى دي بالتحديد ده كان مدلي معمول جديد اللي عامله والدي عمرو سليم، قررنا ان احنا عايزين نعمل رقصه بتجمع اغاني الزمن الجميل اللي هو ام كلثوم وشاديه وفريد الاطرش وهكذا، فكانت لسه طالعه السنه اللي فاتت اول مره تطلع. بينكي عادي كده بتقولي والدي عمرو سليم كانه حاجه عاديه، يعني عمرو سليم الفنان. ايوه عمرو سليم انت بنته؟ أيوة. والله انت ما بتقوليش بينكي عمرو سليم، خدي شويه من شهرته وحب الناس. سليم يعني تطلع كده كده عادي. على فكره يعني انا عايزاكي بعد ما نخلص اللقاء ده يا بينكي انك تبلغي اعجابي الشديد جدا 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 بلولو او لولي، ما اعرفش بتقولوا لها بالظبط ايه، بس بلغيها اعجابي بجد، لان طبعا بعدين انت بنت الوز بقى، ده طبعا بنت عمرو سليم. طب بالنسبه للموسيقى والاغاني وكتابه الكلمات والحاجات، يعني زمان مثلا فرقه رضا كان العزبي، بالنسبه لكم انتوا دلوقتي بتعتمدوا على مين ولا مش بتعتمدوا على حد معين؟ للاسف احنا ما عندناش الموارد الكافيه ان احنا نعتمد على حد. كان فرقه رضا فيه استاذ المايسترو العظيم علي اسماعيل طبعا، بس احنا اللي بنلجأ له ان احنا بنحاول ناخد مزيكا من ناس احنا بنحترمها جدا، زي مثلا المايسترو عمر خيرت والدي بيعمل لي حاجات. في لو عايزه اعمل رقصه سويسي بروح لفرقه اسمها الطنبوره، وبنكتب الفرق دي اللي احنا استخدمنا المزيكا بتاعتهم. ايه هم؟ اتمنى في يوم من الايام يبقى احنا عندنا المؤلفين بتوعنا والملحنين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكتشفوا. بس يعني كان مهم قوي 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 علي اسماعيل حقيقه. كان طبعا عظيم. طبعا يا ريت تكتشفوا لنا حد. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت.